دلوقتي بقى عندي قبل ما اقفل سؤال من الاخ عبد العزيز المنجويق، سنه 13 سنه ومتابع جيد لتدبر القران يوميا معانا، ومن الناس اللي بتنقذ السلاحف كويس جدا، ومن تربيه الناس بتوع بعد المباراه افتر ذا ماتش الجيمز بتاعت بريدجز. سال سؤال ذكي جدا، بيقول ايه بقى الاخ عبد العزيز المنجويق؟ بيقول الناس اللي في الدرجات الادنى من الجنه هيدخل عليها الحزن ولو قليلا بسبب ان هناك من هم في الدرجات الاعلى منهم. يبقى ازاي في الجنه مفيش منغصات ومفيش حزن؟ الاجابه في سوره الحجر. الحجر هي السوره اللي بعد سيدنا ابراهيم على طول، الايه 47، ربنا بيقول عن الناس اللي هتدخل الجنه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني خلي بالك، الانسان عنده صفات معينه ما ينفعش يخش بيها الجنه، منها مثلا الملل. انت لو بتحب حاجه، بتحب مثلا القشطه بالعسل، هتاكل قشطه بالعسل تنبسط، تاكل تاني وتتغدى تاني وتتعشى بيه، لكن كل يوم بقى قشطه. طيب الجنه لو الانسان دخلها بصفه الملل بتاعته قد يمل من الجنه ويقول خرجوني ان شاء الله على النار، لكن ربنا بينزع من الانسان صفه الملل. سوره الكهف انا مش فاكر ولا الايه ده مش حضراني. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريد الخروج منها. معقول حد ممكن يحب يخرج من الجنه؟ ايوه، لو دخلت الجنه بصفتك الانسانيه بتاعت الارض اللي هي الملل، هتسال ربنا ان تخرج من الجنه ان شاء الله على النار من كتر الملل. فربنا ينزع صفه الملل. ايضا ربنا ينزع صفه انسانيه اخرى وهي الغل، ان حد يبص لحد. ده مش بس مش هيحسدوا بعض وما عندهمش غل ناحيه بعض، لا، ده كمان من كتر ما هم اخوانا على سرر متقابلين وبيحبوا بعض جدا منتهى الحب، يتمنوا النعيم لبعض ويتصفوا باقصى درجات الحب والود بينهم، فيفرحوا البعض، فيبقى نعيم اهل الدرجات العلى سبب في فرحه اهل الدرجات الاقل. زي الام ما بتفرح لابنها لما يحقق نجاح هي ما حققتوش، الاب بينجح بيفرح لابنه لما يحقق نجاح هو ما حققوش. يقولك اكتر حد يحبك ويتمنى لك خير، الوحيد اللي يتمنى لك الخير اكتر من الخير اللي جاله هو ابوك وامك. اخوك يتمنى لك خير زي الخير بتاعه. فهمت اقصد ايه؟ انما ابوك وامك يتمنوا لك خير اكتر من الخير اللي جالهم. انت تتصف في الجنة بهذا الحب وهذا الود ناحية اخوانك اللي في الجنة واخواتك في الجنة، فلما تلاقي ان في ناس عندها درجات اعلى منك تبقى فرحان عشانها اكتر، فده يدعو للفرح اكتر عندك ان هم يبقوا كده. وجزاكم الله خيرا.